العصر وفي نهاية الحرب العالمية الأولى في قرية ميدروفون بمحافظة المنوفية ولد محمد أنور السادات. كانت لقصة الدكتورية التي حكمت لها المستفيد عبر بابه في مكتب الوطنية لديه، خاصة أن دكتورية كانت قريبة قريبة من قريته. وفي عام 1935 تقدم السادات في الأكاديمية العسكرية بتوصية من ضابط إنجليزي، وهناك التقى برفيق رحلته جمال عبد الناصر، وكان بينهما اتفاق فكري نحو التخلص من الإنجليز والملك عن طريق القوة الممثلة